من جانبه على المتحدث باسم التعليم الجامعي أن أكثر من مليون مستخدم يستفيدون من منصات التعليم الجامعي وأن التعليم عن بعد مستمر في الجامعات السعودية. في الحقيقة أن لدينا أكثر من 1,421,000 محتوى موجود على منصات الجامعات السعودية، يمكن اليوم زيارتها والاطلاع عليها، ويشمل ذلك المقررات الدراسية. أيضا ولله الحمد والمنة لدينا أكثر من 993,000 حساب أو يوزر أو مستخدم فعال على منصات الجامعات الإلكترونية، وهذا يدل على وجود تفاعلية مستمرة كمتوسط يومي أيضا من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات. أيضا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي عدد الزيارات التي تشكل متوسط يومي ما يقارب 6 مليون زيارة للمحتوى المتاح من قبل الجامعات، وهذه أيضا مسألة مهمة. أيضا فيما يتعلق بالأعداد، هناك أكثر من 133 رسالة ماجستير ودكتوراه تم مناقشتها عن بعد خلال الأيام المقبلة.